بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا رابح هنبلش بالوحدة الجديدة، هي وحدة الضرب. هنبلش بأول درس اللي هو الضرب في مضاعفات العشرة، مية، وألف. طبعا درس اليوم كتير سهل، لكن مثل ما قلت لكم لازم تكونوا حافظين جداول الضرب عشان تقدروا تحلوا أي سؤال بمشي بهاي الوحدة أو بالوحدة اللي بعدها. يعني إحنا من يوم طالع كل شغلنا ضرب وقسمة، ولازم تكون حافظ جداول الضرب. طيب نبلش بمفهوم جديد اللي هو المضاعف. ايش يعني مضاعف؟ او لما اقول لك شو مضاعفات العدد 2، فشو يعني مضاعفات؟ عنوان الدرس مضاعفات العشرة والمية والألف. طب شو يعني مضاعفات العشرة والمية والألف؟ المضاعفات هي دائما جدول الضرب تبع ايش؟ تبعت هذا العدد. إذا شو المضاعفات؟ جدول الضرب تبعت هذا العدد، جدول الضرب. يعني كيف؟ لما أقول لك شو مضاعفات العدد 2، فبتيجي شو بتقول لي؟ بلش معي 2 بواحد 2، طب 2 باثنين 4، 2 بثلاث 6، 2 بأربعة 8، 2 بخمسة 10، 2 بستة 12، 2 بسبعة 14، 2 بثمانية 16، 2 بتسعة 18، 2 بعشرة 20. طبعا هو هكذا بتكمل 2 بحداش، بتضلك ايش؟ مكمل. اذا هاي هي مضاعفات العدد 2 اللي هي ايش؟ جدول الضرب تبعها. لما اجي اقول لك 2 بواحد 2، 2 باثنين 4، وهكذا. اذا هاي هي ايش؟ مضاعفات العدد. لما اقول لك شو هي مضاعفات العدد، فانت بتذكر لي ايش؟ جدول الضرب تبعها. اذا شو مضاعفات الاعداد؟ هي جداول الضرب تبعتها. طيب لو قلنا لك اللي بعدها شو مضاعفات العدد 5، فيلا ايش مضاعفات العدد 5؟ بلش 5 بواحد 5، 5 باثنين 10، 5 بثلاث 15، 5 بأربعة 20، 5 بستة 5 بخمسة 25، 5 بستة 30، 5 بسبعة 35، 5 بثمانية 40، 5 بتسعة 45، بعدين 5 بعشرة 50. بتكمل طبعا انه اللي بعد هيك هي جداول الضرب انت مش حافظها، هي 5 بحداش 5 باثناش، وهكذا لحد ما تكمل للاخير. هاي كلياتها بنقولها مضاعفات العدد 5. بعدين نيجي لمين؟ نيجي للعدد 8. يجي يقول لك شو مضاعفات العدد 8، اللي هي جدول الضرب تبع العدد 8. فبتبلش يلا 8 بواحد 8، 8 باثنين 16، 8 بثلاث 24، 8 بأربعة 32، 8 بخمسة 40، 8 بستة 48، 8 بسبعة 56، 8 بثمانية 64، 8 بتسعة 72، 8 بعشرة 80. طبعا بده يكمل صح؟ فإذا هذه هي مضاعفات العدد 8. إذا مرة ثانية شو هي مضاعفات العدد؟ اللي هي جدول الضرب تبعها. تمام؟ بتبلش 2 بواحد 2 3، وكذلك بالنسبة للخمسة بتبلش تحكي لي جدول الضرب تبعها. طيب نيجي للمضاعفات العدد 10.
تلزمن لو قال لك انه بدي مضاعفات العدد 10، شو مضاعفات العدد 10؟ يلا 10 بواحد 10، 10 باثنين 20، 10 بثلاث 30، 10 بأربعة 40، 10 بخمسة 50، 10 بستة 60، 10 بسبعة 70، 10 بثمانية 80، 10 بتسعة 90، بعدين 10 بعشرة 100، صح؟ وبكمل. احنا حافظين جداول الضرب لحد العشرة بس، صح؟ هلا اللي بعدها اللي هي شو؟ مضاعفات العدد 100. طب يلا نبلش. طب هي 100 بواحد 100، 100 باثنين 200، 100 بثلاث 300، 100 بأربعة 400، 100 بخمسة 500، 100 بستة 600، 100 بسبعة 700، 100 بثمانية 800، 100 بتسعة 900، 100 بعشرة 1000، صح؟ طيب هذا أول مفهوم بالدرس، إنك تعرف شو يعني مضاعفات العدد. زي ما قلت لك، إذا قلت لك شو مضاعفات العدد 2، بدك تكتب لي جدول الضرب تبع 2. شو مضاعفات العدد 5، بدك تكتب لي جدول الضرب تبع 5. شو مضاعفات العدد 7، بدك تكتب لي جدول الضرب تبع 7، وهكذا. هلا بدنا نروح للفكرة الثانية بالدرس. الضرب في 10 و100 و1000. هلا عشان اضرب في 10 و100 و1000 عندي طريقتين للحل. بتهمني الطريقة الأولى لكن حشرح لك الطريقتين، تمام؟ بتهمني الطريقة الأولى لكن حشرح لك الطريقتين. نبلش. أول إشي الطريقة الأولى عشان نضرب عدد في 10 و100 و1000 اللي هي مشكلها حقائق الضرب الأساسية، اللي هي في حقائق الضرب، تمام؟ أول إشي لما أجي أحكي لك 4 بستة قديه، تقول لي 24، هاي أول إشي، صح؟ 4 بستة بأربعة وعشرين. بعدين لما أجي أحكي لك طب 64، شو بدي أعمل؟ بنزل الصفر، بعدين شو بضل علي أضرب؟ بعد ما أنزل الصفر بضل علي أضرب الأربعة بالستة. ترى شو بدي أعمل؟ بنزل الصفر، بشيل الصفر، مش أول إشي. يا الله، طيب معلش خلينا نرجع نكتبهم. هي 4 في 6، بعدين 4 في 2، بعدين 4 في 100، بعدين 4 في 6000. يلا زي ما اتفقنا انه اول اشي 4 بستة 24، صح؟ اتفقنا انه شو الناتج 24، لانه هاي معروفة، صح؟ 24. هلا انا مش هاي اللي بتهمني، احنا بنحكي عن الضرب في مضاعفات العشرة. شوف كي شو رح اعمل اذا كانت زي هيك. طب انا شو رح اعمل؟ رح انزل الصفر زي ما هي، هاي نزلت الصفر، تمام؟ بعدين شو ضل عندي؟ 6 ضرب 4 اللي هي انا بعرف قد ايه، هي عملتها قبل شوي، اللي هي 24. 24، طب معناته قد ايه الجواب؟ 240. طب نيجي للي بعدها، شوف نزل الاصفار اللي هم في كم صفر عندي؟ صفرين، هي صفر وهي كمان صفر. هلا شو ضل؟ ضل 6 ضرب 4، 6 ضرب 4 قد ايه؟ 24، فهي 24. ممتاز. إذا شو عم بعمل؟ أنا حافظ جدول الضرب، لكن شو بساوي بالأصفار؟ بنزلها بالجواب، بحطها أول إشي بالجواب، بعدين بضرب الرقم بالرقم، صح؟ يلا اللي بعدها، كم صفر عندك؟ اللي هي 6 4 6000، هي وحدة، هي صفر، هي صفرين، هي ثلاث أصفار، شفتهم؟ هلا شو ضل؟ هي 6 بأربعة قد ايه؟ 6 بأربعة 24، 6 بأربعة 24. إذا هاي أول إشي أنا عارف إنه 6 بأربعة 24. بعدين شو صرت أعمل؟ هاي نزلت الصفر، فرش كيف؟
نزلت الصفر زي ما هو هي، بعدين ضربت العدد بالعدد اللي هي ايش؟ اللي هي 6 ضرب الاربعة، صح؟ هون كان عندي صفرين، فهي الصفرين نزلتهم زي ما هم من هون هيهم، بعدين ضربت 6 بالاربعة. اخر شيء عندي 3 اصفار، نزلت الثلاث اصفار زي ما هم، بعدين ضربت 6 بأربعة. ممتاز. طب لو بدي اعطيك كمان مثال، كمان مثال هون، مثلا 5 ب 3، بعدين 5 ب 30، بعدين 5 ب 300، بعدين 5 ب 3000. تمام، يلا نبلش نفس الفكرة، نعمل نفس الاشي. ترجمي، اول اشي 5 ب 3 هيها، 5 ب 3 15، هاي 15. بعدين هلا هون شو رح اعمل؟ رح انزل الصفر، هاي الصفر صح؟ بعدين 5 ب 3 15، بعدين اللي بعدها هنزل الصفرين، هاي صفر 2، بعدين 5 ب 3 كمان مرة 15. آخر شيء بنزل 3 اصفار، هاي صفر 2 3، بعدين 5 ب 3 15. إذا فهمنا الفكرة الأولى، هاي الطريقة الأولى لحتى إيش تحل إنك تضرب أي إشي بمضاعفات العشرة. هلأ خاصية ثانية أو طريقة ثانية بنقولها خاصية التجميع، طبعا هاي مش كثير مهمة، أنا ما بدي إياها، بس بدي أشرح لكم إياها. دائما بتحل بهاي الطريقة أسهل، بس لازم نشرح الطريقة الثانية لأنها موجودة بالكتاب، اللي هي شو رح تعمل؟ رح تقول لي 4 ضرب، هلأ مس تتذكر انت انه الستين هي عبارة عن ايش؟ بدي ايش اعمل بالستين؟ بدي احللها، شوف كيف؟ اللي هي ضرب ستين، ما هي ايش؟ 6 ضرب 10، صح؟ فبحللها، بكتب 6 ضرب 10، بعدين شو رح أعمل؟ رح أضرب 6 بالأربعة اللي هي 24، بعدين أضربها بمين؟ بالعشرة. نفس الفكرة تماما، بنزل الصفر اللي هي نفس اللي إيش عملناها قبل شوي، هاي بنزل الصفر، 1 ضرب 24، 24 ليه؟ لأنه أي عدد، أي عدد تضربه بالواحد بضل زي ما هو. هلا اللي بعدها اللي هي نفس الإشي، 4 ضرب 6 ضرب 100، هيها 100، هتعمل نفس اللي عملناه قبل شوي، هتضرب 6 بالـ4 اللي هي 24، بعدين هتضربها بمين؟ بالـ100. تمام، هضرب بـ100. هلا بنزل الصفرين، 0 2، 24 ب1، 24 آخر وحدة، برضه نفس الإشي بدي أعملها، هي 4 ضرب 6 ضرب 1000. ليه 1000؟ لأنه في عندي 3 أصفار، هي 1000. هلأ شو رح أعمل؟ رح أضرب 6 بالـ4 اللي هي 24 ضرب 1000، شو رح تصير؟ رح تصير هاي 24
ألف بنزل الأصفار، بعدين بضرب ال 24 بالواحد. طبعا هاي الطريقة زي ما قلت لك أنا ما بتني هاي الطريقة، دائما حل على الطريقة الأولى. طيب نيجي ل نحل أسئلة، بقول لك زد ناتج مايل. يلا نبلش، بدنا نستخدم أي طريقة؟ الطريقة الأولى. يلا أول شيء بعمل هون بنزل الأصفار، هي 8 ب 4000، كم صفر عندي؟ 3 أصفار، هي صفر، هي صفرين، هي ثلاث. بعدين شو ضل؟ 4 ب 8، فإيش ضل عليك؟ بس تضرب الأربعة بالثمانية، تمام؟ هيها هحط لك إياها، إيش ضل؟ ضل أربعة ضل ثمانية، قد إيه أربعة بثمانية؟ 32، حط 32، تمام؟ هلا اللي بعدها اللي هي هون، نزل الصفرين، كم صفر في؟ في صفرين، بحطهم بالجواب، هاي الصفرين بالجواب، مين ضل؟ ضل 5 ضرب 2، شو ضل؟ هي حطيت لك اياهم باللون الثاني، 5 ضرب 2، 5 ضرب 2 قد ايه؟ 10، إذا قد ايه طلع الجواب؟ 1000. طيب اللي بعدها هلا هون بنزل الصفرين، كم صفر عندي؟ صفرين، هي صفر، هي 2. طيب شو ضل؟ ضل 7 ضرب 5، 7 ضرب 5 قد ايه؟ 35، هي 35، إذا قد ايه الجواب؟ 3500. بعدين اللي بعد بنزل الصفر، كم صفر فيه؟ صفر وحدة، هيها صفر بحطها. بعدين شو ضل؟ ضل 3 ضرب 6، ف 3 ضرب 6 عفوا 3 ضرب 2، ف 3 ضرب 2 قد ايه؟ 6، هي 6. هلا اللي بعدها نفس الإشي، شو رح أعمل؟ رح أنزل الصفرين، هاي في عندي صفر وكمان صفر، وبعدين ضل عندي أضرب الأرقام صح؟ اللي هي 8 ضرب 3، هاي هتفرج هون، ضل عندي 8 ضرب 3، 8 ضرب 3 24، حلو؟ إذا قد إيه الجواب؟ 2400. هلا نيجي للي بعدها، كم صفر فيه؟ في ثلاث أطفال، بنزلهم بالجواب، أي واحد، اثنين، ثلاث، شو ضل؟ اثنين ضرب ثلاث، اثنين ضرب ثلاث قد إيه؟ 6، فقد إيه الجواب؟ 6000. هلا هون، شو رح أعمل؟ رح أنزل الأطفال. هاي كم صفر فيه؟ في صفر واحد، هاي بحط الصفر، حلو؟ بعدين 8 ضرب 5 قد ايه؟ 40، فبحط الجواب 8 ضرب 5 40، قد ايه الجواب بتطلع؟ 400. هلا اللي بعدها نفس الإشي، شو رح أعمل؟ رح أنزل الصفرين، هاي صفر، هاي 2، تمام؟ بعدين ضل عندي 4 بتسعة صح؟ هلا 4 بتسعة قد ايه؟ اللي هي 36، طبعا شو زي ما قلت لك بدك ترجع تراجع جداول الضرب، هي 36. هلا اخر وحده في عندي ثلاث صفار، بنزل الثلاث صفار اللي عندي اياهم، هي واحد اثنين ثلاث، بعدين 8 ب6، هاي حرجع نفس الاشي، حطيت اياها باللون الثاني، شو ضل عندك؟ ضل عندك تضرب ال 8 بال 6 اللي هي 48، هاي 48، اذا هي 48000. طيب اذا اتفقنا، كيف شو رح نعمل؟ رح ننزل الاطفال، وبعد ما ننزل الاطفال شو رح نعمل؟ رح نضرب العدد بالعدد، لأنه إحنا أصلاً حافظين جداول الضرب، بس ما بنعرف قد إيه إذا كان في إذا كان قدامها أطفال، فأنا بقول لك نزل الأطفال زي ما هي، بعدين بعد ما تنزل الأطفال زي ما هي، شو بتعمل؟ بتضرب العدد بالعدد. طيب نروح للي بعده، هون بيقول لك مسائل حكي واحنا بدنا نترجمها،
ينتج مصنع 400 كوب في اليوم الواحد، فكم كوبا ينتج في 7 ايام؟ شو بدي اعمل؟ بدي اضرب 400 صح ضرب 7. عندك بيقول لك مصنع مصنع انتاج بينتج 400 كوب في اليوم الواحد، طب خلال 7 ايام قديش رح ينتج؟ بدي اضرب. طيب يلا نضربها، نفس الفكرة تماما اللي كنا نعمل فيها قبل شوي. شو رح اعمل؟ رح انزل الصفرين صح، بعدين اضرب مين بمين؟ 7 بالاربعة صح. ليه؟ لانه خلص ما ضرب. هلا 7 ب4 بقد ايه؟ 7 ب4 ب 28، بس خليني باخذ لك اياها ب لون ثاني. شوف 28، اذا قد ايه بينتج باسبوع؟ 2800 كوب. ينتج خلال الاسبوع 2800 كوب. طيب نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني شو بيقول لك؟ يحتوي الصندوق على 300 علبة قهوة، 300 علبة قهوة، هي 300. فكم علبة تحتوي إذا كان عندك 9 صناديق متشابهة؟ شو رح أعمل؟ رح أضرب ب 9. إذا كان عندك أصلاً بالعلبة الواحدة 300، بالصندوق الواحد 300 علبة. طيب إذا عندك 9 صناديق، كم علبة رح يكون 9 صناديق؟ رح نضرب زي ما كنا نعمل قبل شوي، ننزل الأصفار، هاي 0 2، بعدين نضرب ايش؟ نضرب 9 بالثلاث صح؟ لأنه ما ضل عندي غير إنه أضرب 9 بثلاث اللي هي 27. إذا قد ايه؟ 2700 علبة قهوة صح؟ طيب هلا آخر شيء بدي أشوف في الكتاب. هاي زي ما حكينا، أول إشي ضربت المضاعفات العشرة 100,000، عرفت بداية المضاعف، بعدين حلينا الأسئلة. هلا نيجي للي هون، بيقول لك قارن مستخدما إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي عشان إيش؟ عشان تعرف الجواب. هلا هون أول إشي بدي أطلع الجواب اللي هي بحط الصفر، بعدين صح 6 ضرب 7 42، هاي 42. طيب مين الأكبر؟ 420 ولا 400؟ 420 أكبر. هلا هون بنزل الصفرين، بعدين بضرب 5 في 4 20، هاي 2000 وهاي 2000، إذا شو رح أحط؟ يساوي صح؟ هلا هون بنزل 6 أصفار صح؟ عندي 3 أصفار بنزلهم، بعدين 9 ب3 27، طب نزل 27. هلا 27,000 ولا 39,000؟ 39,000 هي الأكبر. هلا هون بنزل 3 أصفار، 1 2 3، بعدين 4 ب5 20، هاي 20,000 وهاي 2000، معناته 20,000 هي الأكبر. ممتاز. هلا اللي بعد الشيء بالسؤال اللي هون بقول لك ايهما لا ينتمي؟ ايش يعني لا ينتمي؟ يعني احنا ما بنقدر نحله. هلا احنا اتفقنا انه يكون فيها مضاعفات العشرة طيب. هلا هون في عندي 18، معناته هذا ما بينتمي. اذا هيها اول وحدة هاي ما بتنتمي لانه احنا ما اتفقنا نضرب 18 صح. هلا هاي صح، هاي بنقدر نحلها اللي هي بننزل الصفر 6 6 36 صح. بعدين
هون ما بنقدر نحلها صح. ليش؟ لأنه فيها 12. إحنا ما اتفقنا إنه يكون فيها 12، إحنا ما رح نعرف نضرب 12 بثلاثة، مش حافظينها، مو بجدول الضرب تبعنا. لكن هون هاي صحيحة برضو، بنزل الصفر بعدين 4 بـ9، 4 بـ9 بـ36. حلو. هلأ أضع العدد المناسب ليكون الناتج. طيب طالما 0 1 معناته في وحدة فيهم رح تكون بصفر واحد، هيك 0 1. طيب 48 عبارة عن إيش بإيش؟ قبل شوي حدنا صح؟ 8 في 6 صح؟ فمثلا هاي 6 وهاي 8. شو الجواب؟ بنزل الصفر وبضرب 8 في 6. طيب آخر سؤال، آخر سؤال بسرعة قبل ما يخلص الوقت. ضع العدد المفقود. هلأ نيجي هون، حاطت هاي الـ40 معناته في كمان صفر صح؟ فهي الصفر الثاني حطه هون. طب ايش بايش بضربها؟ بالـ4 او خلص الوقت. طب ماشي، بنحل هذا السؤال المرة الجاي.